مسألة أخرى تتعلق كذلك بتاريخ مذهب الإمام الصادق. أتذكر أنني كنت في مناظراتي مع الشيخ عثمان الخميس أو مع الشيخ عبد الرحمن الدمشقية أو مع أبو منتصر البلوشي وغيرهم، يقولون بأنه كيف نعتمد على هذا المذهب ونحن فجأة في القرن الرابع وجدنا كتب الكافي والاستبصار، أين كانت هذه الكتب؟ أنا أجيب عليهم بجواب محمد أبو زهرة. محمد أبو زهرة عنده كلام عظيم جدا، يقول في القرن الرابع كانت الكتب موجودة، الكتب التي نقلت تراث الإمام الصادق، لكن في القرن الرابع ضعفت الدولة العباسية وتوقف مقاتل الطالبيين. في القرن الأول كان يقتل أبناء محمد بن عبد الله، في القرن الثاني كان يقتل أبناء محمد بن عبد الله، في القرن الثالث، القرن الرابع ظهرت الدولة البويهية آل بويه وظهرت الدول، فأصبح هنالك ضعف في الدولة العباسية، فبالتالي أصبع آل محمد بعد أن أمنوا من، ولذلك في القرن الرابع قل مقتل أبناء الحسن والحسين، أخرجوا الكتب، قالوا هذا ليس طبيعة الإنسان. الآن أنا أكتب كتاب في سنة 2000 أفرض، ولكن الكتاب هذا يمنع في المطبعة، في سنة 2001 يموت الطاغية أو الدكتاتور أطبع الكتاب في سنة 2002، فهل هذا يعني أن الكتاب يعني مكذوب؟ قال يا جماعة القرن الرابع معروف أنه قرن الحرية. فلذلك محمد أبو زهرة إمام أهل السنة وفقيه العصر يقول اتقوا الله، هذا هو مذهب جعفر الصادق. قال وأنا عندي يقين أن أكثر من 70% مما نقل في كتاب جعفر الصادق في كتب الجعفرية عن آل محمد هو كلامهم، والدليل على ذلك أن الروايات التي نقلها الجعفرية عن الإمام الصادق موجودة في كتبنا، موجودة في كتبنا، وهذا يدل على صدق ما نقله الجعفرية عن آل محمد، لأنها نقلتهم بأسانيد خاصة، وهذه الأسانيد نقلت عندنا بأسانيد خاصة، وإن كانت لم تجد في الكتب الستة لكنها وجدت في الكتب التي خارج إطار الكتب الستة. وجزاكم الله خير وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.